بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، إن شاء الله اليوم راح نستكمل في الفيديو هذا موضوع الكول ريكوردينج والكول ريبورتينج. راح نبدأ بموضوع الكول ريكوردينج يا جماعة. بس قبل ما أبدأ في الموضوعين بدي أنوه على شغلة. أنا لما في الفيديو السابق أنشأت الإكستنشنز ما حكيت إلا عن بعض الخيارات، من ضمنهم إنه النيم والاسم الإكستنشن، رقم اسم الاكستنشن، رقم الاكستنشن والسيكريت او الباسورد. باقي الباقي وطب واللي هو في الاخر اللي هو الاوبشنال ديستنيشنز، هذه اللي في الاخر حكينا عنها. باقي الاتريبيوتس هذه ان شاء الله راح نستعرضها في خلال الفيديو. يعني مش شرط انا اكون اشرح كل الاتريبيوتس في فيديو واحد، خوف انه يصير في نسيان او شيء في الموضوع. كل اتريبيوت او كل خاصيه او كل فيتشر راح نستخدمها ونشرحها في وقتها ان شاء الله. طيب نرجع لموضوعنا، موضوع الكول ريكوردينج. الكول ريكوردينج يا جماعة ممكن يتم اللي هو تسجيل المكالمات. تسجيل المكالمات ممكن يكون على أكثر من مستوى. كيف يعني؟ أنا عندي المكالمة، وعندي الراوت، وعندي الترنك. أنا عندي الترنك هو يمثل، خلينا باختصار بس يجي وقته انا هشرح بتفصيل اكثر، ولكن الترنك خلينا نفصل ان 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 يعني نشبهه وكانه عباره عن ايش؟ عن تنل او 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 حساب، او خلينا نقول طريق اتصال، قناه اتصال بتخلي السيستم تاعي يطلع يعمل مكالمات خارجيه لشركات المحمول، لشركات الهاتف الارضي وما الى ذلك. يعني هو حلقه وصل للترنك، حلقه وصل او المخرج بالنسبه للسيستم تاعي، للفويب سيستم، للعالم الخارجي اللي هو يمثل بالمكالمات الدوليه ومكالمات المحمول او الموبايل ومكالمات الخطوط الارضيه. الراوت هي عباره عن عمليه، يعني الناس اللي درست نتورك ودرست سي سي ان اي نفس فكره الاستاتيك راوت وبروتوكولات التوجيه، تمام؟ الناس اللي درست سي سي ان اي فنفس الفكره هي هنا. الراوت، مصطلح الراوت، انا كيف بدي اوجه المكالمه تاعتي؟ بديها تروح على الترنك رقم واحد، بديها تروح على الترنك رقم اثنين، تمام؟ فانا الان تسجيل المكالمات ممكن يكون على اكثر من مستوى، ممكن يكون على مستوى الاكستنشن، على مستوى كل اكستنشن على حده، ممكن يكون على مستوى الراوت، ممكن يكون على مستوى الترنك، ممكن يكون على مستوى الكيو اللي هي الرينج جروب اللي راح ناخذها، او الرينج جروب اللي هي عباره عن المجموعه اللي بنحط فيها اكثر من، يعني عباره عن جروب بنحط فيها اكثر من اكستنشن، تمام؟ فاحنا اول مستوى من مستويات الكول ريكوردينج راح ناخذها اللي هي مستوى الاكستنشن، مستوى الترنك ومستوى الاوت الراوت راح ناخذه لما نوصل للترنك وللراوت وحتى الكيو. اليوم الكول ريكوردينج راح يكون فقط على مستوى الاكستنشن. فاحنا نيجي على الاكستنشن عندنا اللي هو احمد 101، نيجي ننزل لموضوع الكول ريكوردينج. في هنا سيكشن كامل خاص بموضوع الكول ريكوردينج، في خيارات، معطينا خيارات. اول الخيارات اللي هو الانباوند اكسترنال كولز، انباوند اكسترنال كولز، والخيار الثاني الاوت باوند اكسترنال كولز، والخيارين اللي بعدهم انباوند انترنال. يعني انا عندي خيارين، اكسترنال انباوند واوت باوند، للي داخل وللي طالع، وعندي للي داخل وللي طالع، بس ايش؟ واحد طالع من الترنك والثاني داخل. ايش معنى الكلام؟ انا زي ما انا كما تحدثت، انا المكالمات داخل السيستم تاعي ممكن تكون بين الاكستنشن وبعضها، يعني موظف يحكي مع موظف، او ممكن الاكستنشن تطلع تحكي مكالمه لموبايل، وهذه بسموها اكسترنال. يعني انا لما يحكي اكستنشن مع اكستنشن داخل عندي بسموه انترنال، ولما يحكي اكستنشن مع جهة خارجية بغض النظر كانت موبايل، كانت تليفون أرضي، كان رقم دولي حتى، تمام، يسمى اكسترنال، تمام. فأنا عندي اكسترنال وانترنال في حالة إنه أنا جياني مكالمة أو طالعة من عندي مكالمة. انباوند معناه إنه أنا جاي عندي المكالمة، يعني من برا، أنا حدا من الموبايل، من شبكة الموبايل رنت على الرقم الاكستنشن تاعي، فهو انباوند من الاكسترنال، واوت باوند من الاكسترنال انه انا طالع من
الاكسترنال طالع، اعمل مكالمه من الاكستنشن تاعتي لرقم محمول او رقم هاتف ارضي. عكسه تماما قضيه الانترنال، الانترنال انا تو اكستنشنز بتوين ايتش اذر، يعني انا عندي اثنين اكستنشن رنوا على بعض، واحد انباوند تمام بغض النظر، يعني انت بغض النظر كان جيات انت جياك المكالمه او طالع المكالمة او طالع من المكالمه، طالع بمكالمه لا اكستنشن ثانيه، فهو معطيك خيارات اربعه. هل جيت في حاله الانباوند اكسترنال كولز، المكالمات اللي جياك من الخارج، هل انت بدك، طبعا هي باي ديفولت كله معمول دونت كير، انت بدك اياها، هل يتم تسجيلها بشكل دائم ولا نيفر كول ريكورد فور ذيس اوبشنز، يعني فور ذيس اوبشن انت ما بدك يكون تسجيل مكالمات على الخيار هذا، فالموضوع بيرجع عشان احنا لسه مش شغالين على الاكسترنال، فموضوع الاكسترنال احنا راح نخليه دونت كير. احنا حاليا عشان حنتست على تو اكستنشنز اللي هم الزويبر والتي ماكس، راح نشتغل على الانترنال. موضوع الاكسترنال ان شاء الله راح يبين معنا ويظهر لما ناخذ موضوع الترانكس والاوت باوند والان باوند راوتس. تمام، انا عندي المكالمه اللي طالعه من عندي انا 101، صح؟ احنا قلنا احنا الاكستنشن 101، هي ال 101 اللي هو احمد. احمد في حال انه بده يرن على رقم ثاني، على رقم 102، هذه مكالمة رايحة من 101 ل 102، يعني هذه مكالمة طالعة من عنده. ايش يعني؟ يعني طالعة من عنده، تمام؟ المكالمة هذه بديها تتسجل ولا ما بديها تتسجل؟ هذه بديها تتسجل، تمام؟ المكالمة اللي جاية على على اكستنشن احمد، انا هلقيت ما بحدد الديستنيشن، سيبك من الديستنيشن، بغض النظر كان 102 103 110، انا المكالمه اللي طالع من عند احمد رايحه لاكستنشن ثاني، ان شاء الله يكون شو ما يكون الاكستنشن هذا، هل انا بدي اسجلها؟ هي انا عم حددت انه اولويز، تمام. في حال انه انا جياني مكالمه على وين؟ على 101، بغض النظر مين المتصل، كان المتصل من اكستنشن ولا من غيره، انا بدي المكالمه هذه تتسجل ولا ما تتسجل. طبعا من داخل انا بحكي عن انه اكستنشن، يعني جايه من اكستنشن، تتسجل ولا ما تتسجل؟ بدي اياها تتسجل. طب خلونا نشوف شغله الان يا جماعه، ولا قبل خلينا نحكي ان نفعلهم على الجهتين. احنا حاليا صار احنا فعلناها على الانباوند انترنال والاوتباوند انترنال كولز. في موضوع هنا الاون ديماند ريكوردينج، يعني انه تسجيل مكالمات على الطلب، هي معموله باي ديفولت ايش؟ ديسيبلد، وانت قادر تفعلها، تمام؟ قادر تفعلها، يعني الموضوع الخيار هذا يعني هم حاطينه لغرض انه في اوبشن بالاسم هذا، بس فعليا نادر، بديش اقول انا في حياتي ما استخدمته ولا 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 فكرت اني استخدمه، ولكن انه في تشويس موجود، ممكن انت يفكر يجيك سيناريو ولا كيس معين تحتاج الخيار هذا. الريكورد برايورتي بوليسي، يعني الاولويه للبوليسي هذه خليها كله على الديفولت، ما مش راح يلزمنا نعدل في البرايورتي، راح ننزل بس هذا المطلوب منا نعدل في الكول ريكوردينج. اذا احنا عدلنا الانباوند انترنال كولز والاوتباوند انترنال كولز على مستوى مين؟ 101 فقط. يعني احنا لو هنا عملنا سبميت وجينا للاكستنشن 102 102، هنلاقي 102 ايش ماله؟ ما فيش تسجيل المكالمات عليه. الاكستنشن هذه اي مكالمه طالعه من عنده او رايحه او جايه عليه مش راح تتسجل. هنعمل نفس القصه عنده، انه انا بديها تتسجل على اللي رايح واللي جاي من عنده. سبميت اوكي ابلاي تشينجز، ما ننسى الابلاي تشينجز عشان ياخذ التحديثات. الان عندنا الكول ريكوردينج من بي بي اكس، قائمة بي بي اكس عندنا كول ريكوردينجز، نضغط عليها راح نلاقي ايش؟ التيبل هذا فاضي. راح نبدا نعمل مكالمة من 101 ل 102. بداية الموضوع قبل انا قبل ما اعمل الشيء هذا بدي ارجعها دونت كير ل 102 عشان نوضح هالموضوع. نرجع لكول ريكوردينجز ونوضح هذا الامر. انا من 101 راح اطلع على 102، بدي اعمل اتصال. المكالمة هي اجت على الزويفر 102. الو الو الو، بسم الله بسم الله. الله.
100%. إذا أنا إنه صارت مكالمة، طلعت أنا عندي مكالمة من 101 ل 102 يا جماعة. هي الصفحة نعملها ريفرش، إيش صار عندي؟ ظهر عندي ريكورد. إيش الريكورد هذا بيحكي لي؟ بيحكي لي كالتالي، إنه أنت عندك يا آدمن، يا أستاذ آدمن، عندك في التاريخ الفلاني، تمام، شهر 6، 6 أقصد من شهر 6، تمام، الساعة كذا، اجت مكالمة من السورس من 101 راحت للديستنيشن اللي هو 102. فترة المكالمة هذه كانت 8 ثواني. نوع المكالمة انكومينج، هل بدك تسمعها ولا بدك تعمل لها داونلود؟ هل بدك تسمعها ولا بدك تعمل لها داونلود؟ خلينا نسمعها. اثنين. الو الو، بسم الله بسم الله. ايش رأيكم؟ تم تسجيل المكالمة، تم تسجيل المكالمة اللي تم إنشائها أو اللي تم إجراءها من 101 ل 102. طب لو بدنا نرن من 102 على 101، من 102 ل 101، هل حيتم تسجيل المكالمة على 102؟ خلينا نشوف. جاي المكالمة من 102 ل 101، بيحكي لي انه 102 بترن عليك، تمام. هي اسمه محمد، انسر. الو الو الو، الو. بسم بسم الله الله بسم بسم الله. الله. 100%. بدنا نعمل تحديث للجدول. اوه، طب ليش؟ خلينا نشوف. طب مع انه المكالمة طلعت من 200، من 102، ليش سجلها؟ هو فعليا انت طلع يا جماعه، هي اعطاني، طبعا اعطاني التاريخ، اعطاني الوقت، اعطاني السورس 101 والديستنيشن، يعني هذه تم تسجيل المكالمه يعني في الاخر من 102 ل 101، تمام. وقت المحادثه او وقت المكالمه اللي هو وقتها، يعني اقصد مدتها، الديوريشن بتاعتها، والانكمينج تايب، والتايب اللي هو انكمينج. ولو بدي اسمعها انا في عندي امكانيه ان اسمعها او اعمل داونلود. طب كيف سجلها مع اني انا مش عامل تسجيل، او مش مفعل تسجيل المكالمات على الاكستنشن 102؟ لا، هو فعليا ما سجلهاش على مستوى ما سجلهاش على الاكستنشن 102، سجلها على الاكستنشن 101. مش احنا فعلنا الانكم والاوت كم من من هنا من 101، نرجع ل 101، فعلنا انه نسجل المكالمات اللي جايه عليه 101، يعني على فرض انه 201 رن على 101، فهذه بتيجي ضمن هذا التشويس، فهو فعليا سجلها. والاوت باوند انه طالع من 101 لاكستنشن ثاني، فسجلها برضه، فهو في على الجهتين سجلها. بس على فرض انه انا في عندي اكستنشن 103 و102 راح رن على 103، هل حيتم تسجيلها؟ خلينا نجرب. انا في عندي مايكروسيب، هيو موجود، راح اعمل اد اكونت، لا اد اكونت بالطريقه هذه، راح نسميه اللي هو خالد داش 103، راح يكون السيرفر 192.168.100. نفس الشيء راح يكون الدومين، اليوزر نيم 101 103 اقصد، اليوجن 103، الات 103، تمام. نفس الاسم هذا خليه، يعني اوكي، هي صار اونلاين، صار ايش اونلاين. على فرض يا جماعه انه انا عندي 102 رنت على 103، او 103 رن على 102، مش خلاف، انا على فرض 100 بدل على 103. هي محمد قاعد بيرن ايش على 103، اعمل مكالمه. الو الو، بسم الله بسم الله. تم اجراء المكالمه، نيجي للكول ريكوردينج، هل في مكالمة مسجلة؟ ما في مكالمة مسجلة، مع انه المكالمة طلعت من 102. نفس هالمكالمة لما طلعت من 102 راحت ل 101، تم تسجيلها. طب ليش تم تسجيلها وهل قلت لما رنيت على 103 ما تم تسجيلها؟ لانه لما تم تسجيل المكالمة اللي طلعت من 102 في اول مرة، تم تسجيلها على مستوى الاكستنشن فقط 101. فعشان هيك انا بصير واجب علي اني مثلا 102 اجي هنا اعمل اولويز للتنتين، اعمل اوكي، و103 نفس الاشي بدي افعل عليه ايش هيك 100%.
نيجي هاي الكول ريكوردينجز، ونيجي هاي 100 و102 وهي 103، خلينا نحكي 103 بده يرن على 102. هاي المكالمة. الو الو الو، الو. بسم الله. لا. بسم الله. لا. المكالمة اجت من 103 ل 102، نعمل ريفرش راح نلاقي ايش صار، تم تسجيل المكالمة. وحتى العكس، حتى العكس، وهذا السيناريو الافضل، انك تسجل، انك انت اذا ما عندك في تسجيل المكالمات اشتغل على مستوى الاكستنشن، لانه انت ما بتعرف الاكستنشن تكون حالته انباوند او اوت باوند او انترنال او اكسترنال. فاعمل حسابك انه انت تشتغل تسجيل المكالمات على مستوى الايش، على مستوى الاكستنشن. طبعا خلينا نحكي في موضوع، اذا بتتذكروا عندنا يوزر اسمه، انشأناه في المحاضرة السابقة اعتقد او اللي قبلها، يوزر اسمه احمد، واعطيناه صلاحيات انه يتابع تسجيل المكالمات وكذا. خلينا نعمل لوج اوت عشان بس اوضح لكم قضية البوليسي والبريفليج. تمام. لا انا رجعت فتت على الادمن، احمد. ايش نلاحظ يا جماعة؟ الأستاذ أحمد هذا قدر استطاع انه يستعرض المكالمات، تسجيل المكالمات، وعنده الإمكانية او عنده الصلاحية انه يعمل لسن او داونلود للايش؟ للمكالمات المسجلة، وانا قادر اني ايش اشيل من عنده؟ زر الداونلود. يعني خلينا نعمل التجربة هذه، نروح لادمن، ادمن ادمن، ونيجي لليوزرز جروب بيرميشنز، ونيجي نعمل فلتر، نختار التيلي سيلز ليدر، نعمل شو، حنلاقي انه هو ماخذ الثلاثة لسن. نيجي هنا، لا هذا السي دي ار، عفوا احنا بدنا البي بي اكس، ايوه بالضبط، المونيتورنج هنا كاستم بريفليج. نيجي هنا بدنا نشيل من عنده فكرة انه هو يحذف اي كول ريكوردينج. افرض يعني بديش اقعد احط سيناريوهات، بس انا بدي اشيل من عنده صلاحيه انه يحذف الكول ريكوردينج وانه يعمل داونلود له. اوكي خلصنا. تمام. الان لو بدنا نيجي نعمل لوج اوت ونحكي احمد، انا لسه ما تفعلت على فكره. لا فعلا الزر ظل موجود، ولكن ايش اعطاني؟ You are not authorized to download this file. انت غير مصرح لك انك تعمل داونلود للفايل هذا. حتى لو انا بدي اعمل، يعني كان انا المفروض اني اعمل خيار هنا على في خيار بيعطيني تشيك بوكس اني اعلم على الريكورد هذا واعمل له ديليت، بطل موجود، انا بطلت قادر اني اعمل ديليت حتى للريكورد. وهذه من هنا تيجي قوة وصل موضوع الصلاحيات وما الصلاحيات. طيب يا جماعة، احنا راح نتوقف عند هنا عشان بديش يطول زمن الفيديو، وراح نستكمل في موضوع الكول ريبورتينج في الفيديو القادم ان شاء الله. يعطيكم الف عافية ومشكورين كثير على الاستماع.